قال مراسل العالم في اليمن إن مسلحين مجهولين اغتالوا الزعيم القبلي فيصل الشريف أحد مشايخ محافظة مأرب إثر هجوم تعرض له قرب جامعة صنعاء. ونبقى في صنعاء إذ قتل أحد عناصر اللجان الشعبية وأصيب آخر أثناء محاولتهما تفكيك إحدى العبوات الناسفة قبل انفجارها. وألحق الحادث أضرارا مادية بالمنازل المحيطة والسيارات المتوقفة بالقرب من موقع الانفجار، كما انفجرت عدة قنابل في مستودعات للنفايات دون أن قال مراسل العالم في اليمن إن مسلحين مجهولين اغتالوا الزعيم القبلي فيصل الشريف أحد مشايخ محافظة مأرب إثر هجوم تعرض له قرب جامعة صنعاء. ونبقى في صنعاء إذ قتل أحد عناصر اللجان الشعبية وأصيب آخر أثناء محاولتهما تفكيك إحدى العبوات الناسفة قبل انفجارها. وألحق الحادث أضرارا مادية بالمنازل المحيطة والسيارات المتوقفة بالقرب من موقع الانفجار، كما انفجرت عدة قنابل في مستودعات للنفايات دون أن